بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحنسوها إن كتابك لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، وحكسوها لأول واجب على المرء، واجب كوه رأي وقفك لقربه، وحونا صوت المامي إن يتهي إن ربي جيس أبو ري أقوان صدو كنا أقوان صدو أدلذة سهن نقطة مدان لأخرية وقرآن كي سنة دي. أما مدان كون كاللغة في رنا يبلوكي يعركي يسيدو أتاقي كدي بوحا أوير. ثم يتأملوا دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، دبذادو حوفير في رنا يا أو كتأمل يا رسولك صلى الله عليه وسلم رنتي ساء دلذيذ. وأكبر الدلائل دلائش مد هو وين أو نبيك رن مذي ستلماميسه القرآن الذي أعجز الخلق، وقرآن كعجز جليي خلقك نمانتود أن يأتوا إن إلى إمادان بسورة سورة أو من مثله سقوك لأه. هذا كي بلاغة بدنا افتهن ذا اللغة العربية آت كوي قاني وكيني وين قرآن كوكالي إلهينا سبحانه وتعالى دو كحجيي أو حوغرد جي مرنا وحالو حجيي سورة إن إلا إمادان مرنا طبان سورة ذات إن إلا إمادان مرنا سيقود إن قرآن كوكالي إلا إمادان أي اللغة حجيي وين إلا إمان وين تاس نبينا القرآن كان أيو ليمد إساقو أمئه وحنا أنا أخرنين وحنا قورين أمديه وروحو ذي كتبتو ذي إساقو أنسو أخرنين، لأن النبي وحمب أقري جيرين وحنا مقوري جيرين. وقال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، دعوذ النبي يبرهن نمذي ذا تسيسي. فإذا ثبت عنده هدي أكتيس أو سقناظه وجود الخالق جل وعلا اللجر تانكيس وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ينبي قرن مذيس وجب تسليم عنانه إلى الشرع. حامرك واجب أو واجب يسو إن أو حكمه يس أو أهجامي شرع وشرع يعني إن أهجانسمه. فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده، هدي أو ننصمين سداس أو شرعه أهو جانسمين وحيث سيسا خلل يمرنان أما النقصان كجرت اعتقاد كيس، لأن وحنا أدام من سنت هدي رب كاتها لابد أن أهو جانسن تشرعه عملنا لتم هذا. ثم يجب عليه أنت كذب اللمر كوغرته أو عابده طبعا رسولك الرسالة ذي سنة أي كدادكته. ثم يجب عليه وحكركي سكوا جبايو أن يعرف إنه قرته ما يجب عليه وحكوا جبايو كركي سسيقار هانيت من الوضوء ويسقات كأه أحكام تيسة والصلاة صلاة ديئة والزكاة زكذئة إن كان له مال هدي أو مال ليه والحج يحج وغير ذلك وحغير كوذ من الواجبات أه. دي مركة توحيدك إيه الرسالة دي النبي النبوات كيف أفهمه وحال قرب أنه ظهار هذا برتو ظهار هذا مقدمة دي مفتاح الصلاة فريه صلاة ده وأنه ظهار دي سأقاذه أو برتو صلاة دي إنه برتو أحكام تيدا شروط أركان وحيابها مبضلات كي جبية وما إلى ذلك. زكا دي إنه أحكام تيدا إنه برتو هدي أو مال هايستو حج كينا إنه أحكام تيسي برتو هدي أو مال هايستو كونا واجب آذو أما أو آذي وحيابها سي واجبات كأنت سوهرتي، يعني واجبات كالله حيوقع بسما واجبات ظاهرة هي واجبات خفية. واجبات كظاهر كابو هدى سو شيئا وصلاة دي يزكي دي يصونكي يواكواس واجبات ظاهرة وقالك علمك أويا لنا ينا وعلم مجمل أهين أوياش قود هان صلاة محيكو برتام حيكو أنصح ذا علم قودة لقربة. لكن تفاصيش هوسه هدي وحاس دعان محال السمياتان هدي تماذا سيلا يلا مسائش الدقيقة
يذا قف والبا واجب كماها علم ماذا أندتك أمد قيب كمدا إني برتال غربا سي أوجي جوابان هدو دتك والرسالة ده هدا مسائش يذا وحتى أت وترب ضمه أنت أذيك قف كستال غربا وأنت جود مجمل كأ وحي هاصي علم ماذا السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا عرف قدر الواجب هدي أو قرتو أنت واجب كأ قام به وأستاج يا مرك فينبغي وحاهبون لذي الهمة متك همة أصاحبك وهملة له أن يترقى إلى الفضائل واجباتك إنه كجدبه أو أكره فضائش يوحيابه في عفيعن فيتشاغل حكو اسكم مشغولين يا أكم أو كشقلوم يا بحفظ القرآن قرآن كحفظ انتيس يو تفسيره قرآن كتفسير كيس يعني قرآن كي وفرنتي إلهي وي سبحانه وتعالى وكلام كي الله وكهد لي سبحانه وتعالى دا علم لبرتو يوح لبرتو كقيمة بدن مجيران مرقى قرآن كي لفظي سينا إنو برتو معاني دي سينا إنو برتو وفهمه سي أو أقرتو إساقا ربي أبو ري وحا أو ربو شرعا. طيب وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعاكلكم مشقولة يا حديث كرسول كأنه برته وبمعرفة سياره سيروين كيس إنه أقوان صده وسير أصحابه أصحاب النبي تاريخ ذو ذئي هنان كي أنه لايين إنه برته والعلماء بعدهم علماء ذي كدن بيسي سير ذو ذنه إنه برته لأن محايا قفكو لازم دد أمبوكو ديانه عد لقود ديد رسولك أقوين صلوات الله وسلامه عليه وحان الله صدر إن لقود ديده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيو قال لي أكد ابن أصحابتي رسولك دد أقوقي مبادن النبي كما رقاتك عيو يري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تاريخ ذي مرك أصحابتي يددك كدن بي تابعين تأتباع التابعين إيادتك أهل علم أو أمد علم وغمر قاتك عضي علم كوذا لغو انتفاع صده أو إلهي أمد مسلم كعرب كوذا وقليي أمانت دتك أصبرك تاريخ ذو ذا إيا سيدي علم كبرتين إيا نلوشو ذا سيدي هايدي إن لبرتو وعلماء سلف كقار كود وحيده جيرين دتك صالحين تا مركا لغا شاكيه رحمة ذا سودكتو ودتك صالحين تا سير ذو ذا تاريخ ذو ذا مركا لغا ورمو قفكي إنه كده يضاء يسكده يا حسيلوني سكينة يدقنان إيو أي إيمانيس طيب وأنا دتك أو كده يانا وهدي دتك أنا لبرنين أو أن قلبي اللي جلينين وح كلا قلبي اللي جلينه دتك لا أي قلبي جلا إيو سيدا هذا أنو المهن إيو بدينهين أو يا مركا دتو حارك إسا تاريخ ذي الرسول كي سيرة ذي الرسول كي أصحابتي يحب أن كأقولنين مرك السؤال قف عياريها نبنوني عياره أما متفيرك عياره أما قف هيصو يا مرك لغا شيكينا تاريخ ذي سمالين ماشو استاقي والله صعدا أرنتاس جعيل مينا نهين مرك يأديه كار جعيل ماها جعيل رب أهو أرنتاس ننكاسي ننك أوسيداس أبرتي وقد ذالي لا شك إنو أدو جعليه لأن محبة يا جعيل كقلبك قالو حيسوب وحي كانتا أما أي قفك كب حسا عمل مركا واجع لاذي وحي كب حسا إنو أدر الراذي مركا قاربا مركا حتى نفتك بحذا قار أي مركت كسو الدقيس أديابيس يعني مركا أي أما كوحدو دلقب ديو أما لغايا بعياريها انكساس أهي إنو مركا لبقاري نفت قار أي كبحذا كوا اسكو ديلو marka waxa sadeynan jacayl ahayn adam xakeenay waxa intaas leeg jacayl ay jiraan qofkaasi marka qalbigiisa rasuulka iyo qofkaasi isku si ugu ma jiraan qalbigiisa marka waa intaas marka aynan jirin oo qofka uu nabi maxamed ku dayda asxaabtana ay u noqdaan tusaale ay u noqdaan dad hadii la soo qaado qarni ama ummad adduunyada ku noolaatay oo saxaabada rasuulka ka fiican ama ka taariikh fiican ma jirto ليتخير محو برنا مركز سيروين كان ليتخير سي او دورته مرتبه الاعلى فالاعلى درجه السري سري او سا مركز درجوين سيده او كلا كركريان انو برته
ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه وحقصب أبو يري إنه أغاذو أما أو برته من معرفة ما يقيم به لسانه وح أو عرب كيس كتوسيو إنه برته من النحو أو نحوها ومعرفة طرف يقيب معرفة أو قرته مستعمل لا استعماله من اللغة يعني حكولي هاي قضب كان سنة وقضب مهمة وحا قصب أبو ليه إن أو لغة عربية كبرته وح أو عرب كيس كتوسين كانوا أو نحو إيو لغة استعمال كذا اللغة العربية يدين تعلاقة وينها كده حيث لما كل ريبي كار لأن الدين كإلهي وحقود دارتين وكسو الدجيه قرآن كيسا وحقود دارتين وكسو الدجيه اللغة عربية لغوين ككلا إلهي لغة كدارتين معنى كجيرو فضل يا كجيرو لأن معايا لدينا فضل لهين كما دارتين لغوين ككلا وحاكا لو تقرانا يقفك مسلم كاللغة دي سوايا عربية يعني وكل الدوان ما هننا لا يا هاي قفك مسلم من نقكر إلى أو لغة عربية دادي يصف عن ويقان ما أه لكن قفك استو مسلم أه لغة ديدو لغة الرسمية أه لغة أه لغة عربية الإمام الشافعي وحوي رهذا قفك لغة عربية لازم إنه كل واقع قفك مسلم كه لأن مرك أو محل لغو إسلام سيدي إذا بتوحيد قال لغو إسلام توحيدكم حوية مرك ولغة عربية أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله هذا مرك أنا يسف عن أقول رواق كرتو عرب كصح كدبنا معاني ذي إذا أتفهمته سيدا اللغة العربية قاس أي قلت مد معناه اللوجي إذا أنا فهمته وحاكا لو كحرا اللغة العربية قرآن كي فهم كيسي واللغة العربية بقرآن كسود دقي وحونا كشاكي مقابك أو أسود دقي أي تهي أما وحا أو مركو سود دقي داتكي كوات قرآن كو لقد الأخرية عربي أهايين إياغونا مركا هبدقن أي لهايين باجيرو وهدي أن لفهمين أي دعي كرتو آيادة معنيه ذا بإن أن لفهمين مفسرين تنواسوق هذا انقضب كاس طيب وحاكا لو جيرو إيادة نسيدو كالي ابن جرير الطبري وكالتو سالو حوصو قاتا آيادة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي هاوصمين إننا كوا لصمان أو لصميسان إذن كو أق بعض المفسرين باوحير هذين وأنتم تعلمون وحلو جيدا يهود النصارى لأن أيقو إلهي ويقانين كتب يحبي أخرسين جيرين ابن جرير مركو حوليه سيدا اسماءها آيات وحيكوّر رمي نمكي كفار قريش يو مشركين تيبا لليه وأنتم تعلمون إذن كو أق إلهي شركي هاو سمينيننا محايا لي حوليه عربتا قولادا مفسرين تا تيري يهود النصارى لقوضا لقن كعربتا يسان آد وفهمين بويري لأن عربتي جوك تيحلق رسولك إله ويقانين الله قرآن كان وكب حول إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله يقولك عرك أبوري الله مركي حجك آذايا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ساسي به جيرين مركا وأنتم تعلمون مدي ذيس مشركين إن لقول خطابا ويقب ويقنن إلهي سبحانه وتعالى مركا آيات داس فهم كذا قلت أيها قلي عند بعض أهل العلم وحان قلت كاس أوكي مد سيدة ابن جرير أولي هاي فهم قصور كي مد نمان كان عربتا مركز جيري رغن كود وحاك الله لغة عربية أمدي ووينيد مسلمين تأيقون عرب أهين للاشا أهان سيدة بخاري ترمذي علمدي ووينيد وحاي وحكو قري جيرين عربي واي بخاري بالله وصوب بالله إلى رماد أفعربي وقري نعم. قفك واجي هروحوها مركة أو مسلمه دين تبرتو لغة عربي وكبرنا عالم مركة ونقضنا أفعربي وحكو قري مال مركة قف مسلمة إلى لغة عربي أي كوكا لقاقي كران مجرتو استعمارك مركة فكر أو كان صدي أما وطوى عرب نعيبك هدي دات كان عرب تقاركود قلت كجيران أما بدن كود اسكحوا ماذين أما قلدمين
لغتي عربية أديك دنبا كاجا حيران إسا إسك ده دار لكن لغتان عربية برا دنت كاجا حيران وكلام كألينا فهمته يا كاجا حيران مركا لغتي عربية قفكو إنه كان نقض جاهل وحك حيكيني إسا رقنك إسلام كإنه جاهل كان نقض طيب مركا لغتي عربية نهبر تبويري والفقه أصل العلوم فقه يا أحكامت أصل العلوم علوم تأصل كيدو علمك أحكامت أما فهمك دينت اللي فهمه والتذكير تذكيرك وانذا يا وعذك علمك أو وعذك حلواؤها ومعان كيدو وأعمها وكان أقعام لمبدا نفعا حق النفعك وحولي فقه وأصل العلوم حلاشي حارانتي بالقبرانة هدي علمك أو كم قيها وعذنا لبواه وقللا قفك داد نحود دا بجوكت إصرفي يأدب لغة أنصاصة داد دا بجوكت فقه جينا آت فروع ذي دا بتاقنات كان واجب أكنا سنة أكنا سيدان آت دا بتاقنتها وح وعذينا آذن هلين قلبك وقللا لا شك نعم قلبك حكوجي العاء قرآن حديث والأرك نعم ما هن علوم تان نحود إني حمتها ماه قيب مركا كقادتو أحكامتنا وحكبرتو وعذيقنا إنا أفديستو نعم أو تفسير القرآن وحكده جيستد حديث النبي وحكده جيستد قف كسك استهدو أقلف سناي أما أدأت كاي هدي وعذي اللقو أقريو كلام الله كلام كرسولك وجلع قف كمؤمن كان نعم مركا إياقاس مركا إنا لموغانين هديك لو حاسو بحايو نين أحكامتي كركا هايو لكن فاسقة حائمان كرنين علومتي آد ويقان فاسق هدنا وادع ذا سداس قف عالم فاسق ونقكرا قرآن كان وكجرتا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قف كمرك وعذ إنه هلوى يتذكير وانين وقد رتبت في هذه المذكورات علوم تان لصوشا يقيوات ترتيبية من التصانيف كتبت الآن اللي في حقه ذا ما أيان ترتيبية يغني ديقا يقفك عن كل ما سبق وحي صهر مريورا من تصانيف القدماء يعني علوم تان أن كسوها لوا ضروري أن كويري وحوليها دمانتو دوحبان كقري يعني ويلكي سولا دردارما إيا وغيرها بحمد الله ومنه فأغنيتك ورنيه وكا مارنسيي وكا ديقي عن تطلب الكتب كتب إنا الرارات ستد أو كتب رادي سيد أنا كا ديقي وجمع الهمم للتصنيف إيا إنا همم كأروريس أو كتب أروريس تصانيف إيا حلفات طيب تانا كاد ديقي كتبت إذا كتال وما تقف همة همة ما استاكته إلا لخصاصتها ليدنان تيدا ما هي وحكا لأمتا استاكته يعني قفك ماليون البوحال الربا همة ديس إني عالتها وحوين إنو رجينا همة قفك ما استاكته إلا وحيكو استاكتها حمان وإلا هديك لفمتا علت الهمة همة هدي كرو كعضه ويسر مرته فلا تقنع بالدون هكو قنع مركاسي وحوصي أمليته هكو قنع طيب مركاو عليه ماذا هذا كرقات طيب ده قفكو واكل النسيب بدين ده بني آدم كقفكات دي والد كيس أي علميهين أو كتب إيه وحكات رحله وحال غيابة ودردار إن إساق اللوسو دوي يال غيابة قفكي لكن أن هيلين فرصة داس وحال غيابة إنه ودد دير علمي أمره وإساق مركا وح أو سند أما الله بسانا كنت تحصيل لها طبان سانا إنه قادته نين كان لكن قريق اللو جوغو إساق وحال غيابة وحي طبان نين كاس قاتل الله بإنه قاته لكن وإنه إساق همة يددال أو هايو هدو إساق همة دا كتاق أو إسكس سيحضه نين كاسا كقيمة بدين هاينا طيب وقد عرفت بالدليل دليل أيان كغرتي أيوري أن الهمة همة مولودة مع الآدمي بني آدم كوالا لا دلا همة بني آدم كوالا لا دلا
ساس مركا أدلتان كوغرتي بوليوان سيداس حديث النبي قال أها صوما صلى الله عليه وسلم وحوير النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق الأسماء مقعيادة كان أغرم بضن حارث وهمام حارث يهمام علماء الحير هذا أسماء ذا سوى أغرم بضنه وحلق وذا بني آدم تلمان تسكوها ساشيقي لبضن اسماء حارثنا وحلق وذا مد وحبيرا وحبيري دمرك وكسب حارث معنى هذا مد وحكسب ذوه همامنا وحوائنين همب بضن أو هملاله بني آدم كما مركز تهيميلا وليه أما هاو حماته أما هاو فعناته هل ميل متاقنا بني آدم ميل جوغ لابد حم بوكو فكرية فكر كاسا مركا كلا فعن مدنا وو حنتا مدنا وو فعنتا مركا بني آدم أن لبدا تلمان لهين مبجر حارث يهمام طيب مركا معنو حارث يهمام مركا لليه أسماء هذا بني آدم كتلمان تيسي أقول رم بضانتا بني آدم كاسا لبدا استبيع عد لهوه وإنما تقصر بعض الهمم بني آدم كي مدي والله رشام حق قابنا لكن همم كقاركود ويقابتان في بعض الأوقات واقتيال كقار ويقابنا هوسب وقفك أدعيا فإذا حثت هدي لبوريو صارت ويسعونيسا دي لبوريو حوغا يروح لغو وحلو شيغو أما لديري قليو هره دان أدقاقيسا ومتى رأيت هداد أركت في نفسك النفسد هذا عجزا نفسد هذه هداد عاجز كدر أنتو فسأل المنعم الله كون نعمي سؤال أو كسلا أما وهسي هدا كدر أنتو فالجأ إلى الموفق الله توفيق ذاتك وافجي مغنقل فلن تنال خيرا خير مقاريس إلا بطاعته إله طاع ديس أم بخير كقاري خير مقاريس إلا رب طاع ديس خير كالقاري طيب او الهي اكتيس وحيا لغوما هلو حا يعني حاران يطلب حن ملغو راديو فانما عند الله لا ينال بالحرام حديث كساس الهي اكتيس وحا فضائل يا خير حاران لغوما غير طيب فما ولا يفوتك خير خيركم ضاف او كامتغو الا بمعصيته رب عاسنتي سنبا خيرنا او كاغتغا يعني مشكلة ذات خير ويسو معصي أم باجرتو معصي ذات كفكر ديب اسكو قول لابو إسا صح مركز علماء دي ورسالة في كتابعين تقاركود إيو أد بي أو إدراقو ذو واسرهي محمد بن سيرين باو حلق وريي إنو يري عيرت رجلا بالإفلاس نين باو حنكو عيبي فقري إنو عيرتو بي فأفلستو بعد 40 سنة أفرتن سنك بعد أيان أنا جن عير توبي نعم يعني مركا وحن كل عي ماشي وجي ما ذين وسكول لابتي أفرتن سنة كهر وح وسميه بوجرتين هيتاي طيب أنا وحلقة يا با بشلة يوحن سمين ما بوجين بنعم حلقة يا با إن هو قالت كان أو مو قضى وريله التوبت كان أنا ما قلدن وكليه نعم حيث توبة ذا أشيء جيسن أنا ما ناقل دنو له نعم كأنما واحد مودة إننا في عنا هاي لكن واحد نقول دعي أن نستاهلين لكن ساس ماها عكسه واحد نقول دعي كبدنا نستاهلنا لكن إلهي فضل جيسا أنت أن لو قدرك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فمن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد فمن الذي واكه أقبل عليه إلهي أجيستي فلم يرى أن أركن كل مراد وحكستو أو ربو واكه ننك انتو الله أجيستي أن أركن وحي أو ربي يعني ننك الله رب أجيستي وحي أو ربو أركاو طيب ومن الذي أعرض عنه واكه كجيستي الله فمضى بفائدة أو فائدة كتغي ماله أو حظي بغرض أما كجوليستي كل يفسدي بغرض غرض أجده من أغراضه أجدوين كيساء مركب واحد ذي أربتو معصم كجاريس أو ما سمعت مياذا مقل قول الشاعر شاعرك قولك أويري والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي
ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي وحير إلها كل أرتي ما جئتكم زائرا إذن ما إيمان أنو إذن صوب وقنا ينيت أي إقتها إلا وجدت الأرض وحن دريم يا رلك تضوى لي إن إيصو الضوبة إلا هم إخلاص يحبا وضع طيب ولا ثنيت العزم عن بابكم القؤان كي يعزيم ذي ذا ملابين الباب كي إنك مصو اللابين إلا تعثرت بأذيالي وحنكو هانتا ترون يا أنكو كفايا فرقية ذي ذا مرذي ذا يا أنكو يا لقت إيقلي سمركاسا كفايا فصل هل كان مرك فصل كلوك قله وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود وانظر فيري يا بني ويلك يجيو إلى نفسك النفس هذا إيك فيري عند الحدود حدود أكتي ذكو فيري حدود وهذا وحي إلهي حدود أو لغي إلا قدباء أو رابي فتلمح ملعص كيف حفظك لها سي حدود داس ألا أو إلى لسا أذيك بل حدود دي انتا داك استاكتت فيري سيدا أو إلى لسا فإنه من راعى روعي شأني قوحوه من راعى قفك إلى لي حدود ألا إلى لي الروعي ولا إلى لنا يا إساقنا ومن أهمل قفك إهمالي كتغانا تورك ولا قتغي يا إساقنا الجزاء من جنس العمل دا حدود ألا ضيعضو ألا وكاتغي هدي حدود إلى لسنا والغ إلى لنا يا وإني لأذكر لك وحنكو شيغ يا بوير بعض أحوالي حال ذهي أن صومر يقاركود لعلك تنظر بل إنا تفيرسه يعني لكي تنظر سات أؤكته إلى اجتهادي أنيغ دذلك وتسأل الموفق لي الله توفيق ذاتك وافجيانا أئيس آشد أنيغ فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي فإن أكثر الإنعام النعمين علي أني كركي قال إن نعميي بدنكيد لم يكن بكسبي أني كسب كيغا كما إيمانين نعم كألا إيه قال كسب كيغا مكو إيمانين وإنما هو من تدبير اللطيف بي الله النحريس تبضن ما ملكي سأو أني إمام ليه يعني النعم ورد الله إسكاله أني كسب كيغا وما بكم من نعمة فمن الله وحي مركا إذنك كركي إن أمر دحذي إنه النعمة الله حقي سبسيك إيمانين ما لك لك ما إيمان وإنما هو من تدبير اللطيف بي فإني أذكر نفسي وحان حسوستان نفس الديدة ولي همة عالية أنا همة سر له أي النفس الديدة حسوستان هي وأنا في المكتب دكسي أنا عن دكتور مكتب ودكسي أنا دكسي عن دهنا طيب المها دكتنا الحليرة الكتاب طيب دكسيلي إذا مرك كتاب نوال لها طبعا الصومال الصومال ذوي قنن طيب وأنا في المكتب أنا دكسي دكتو ابن 6 سنين لحجر أنا هاي وأنا قرين الصبيان الكبار المها وين أنا مركز للصعود مثل لما أنسان أنا هاي قد رزقت حالي أرزق عقلا وافرا عقلي بدن في الصغر يرانتي يزيد على عقل الشيوخ وضيالك مركز جيري عقل كبدنا إله إسيب لهنا لأنه اسكفانا ما أدن لها لكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث وأنه أن علماء وين واسكفانا يا سينا طيب وأنا أعضاي ابن الجوزي أدب التصانيف بدينه كتب بدن أيوكتك أدنا مع ذلك نن وقت رومية ما أوصان هين سيد القاضر كوحوش يعني مرر كقار وحيسو مريسي بويري وقت جينا إنا إلى ليان ربا واجبات كي دتك صاحب بدأ يقرأ بدأ يقول هاي إن إنا جتان ربا لأن دان الجذني ولا دم بابا نفتر كيد مركز أو حن سمينا يبوير مركز صاحب بدأ زيارة وإما ذانه وحي إجلينا يا يعني وح أنا نجعلين بويري أما حن أما شيكو كما لا يعني يجي هدان كجو أن كتة كان الزيارة ذو ذي أن لبسنا إن أن ويحقص أن ما العدلاء يدنا كده يا عمرك وحن أسمى يستيبو ويري
wax si waqtina uunan igaga dhumin iyagana aan u imaado waxaan ka dhigtay biir waqtiyada aan iyaga u imaanayo inaan qalmaanta aan wax ku qoraayo qorto marka qoriyihii waxbuu soo guranayaa meeshaanu soo dhiganayaa qalinkiisu iska qorana iyagana waa la joogaa cabaar markuu qalmaanta dhammaystana waa iska tegaa ayb meeshaas marka saasuu ka gaaray yacnii himmada yacnii himmada aadka u sarraysa meeshaasuu ka gaaray nacam ayb dadka shaqada ay qabteen markaa fiirisa culimmadaanna waxaa dareemaya waqtiga horta dad waqti dhumiyey inaysan ahayn kuu soo baxee laanna waxaa arkaya imaamu nawowi oo kale cumriga uu ku dhintay 45 sano ku dhintay 45 sano waa da' dhallinyaranimo hadda maca daalika waxa uu ka tegey ee turaad iyo kutub uu qoray yacnii 45 sano waa ka badan tahay ka badan xataa ma lagu qori karo marka tawfiiq ilaahayna waa haysteen iyagana dad aad u dadaal badanna waa ahaayeen ibnu taymiya raximahullah waxaa la yidhi hal usbuuc waxa ay dadka ku qoraan buu hal majlis ku qori jiray isaga waxaana la yidhi isaga wuxuu qabay xadiidka nebiga sal alla salam faatima markii ay nebiga u timid ay tiri qaadun ii adeega isii rasuul allow oo ayuu wuxuu ku yidhi ma ku siiyaa wax ka khayr badan khaadim haabay tiri markaasuu yidhi markaas waxay iyada ka cabatay shaqada guriga dhibkeeda iyo culayskeeda iyo say ugu daashay markaasuu wuxuu yidhi wax ka khayr badanaan kuu sheegayaa markaad seexanayso 34 allaahu akbar akhri 33 subxaan alxamdulilaahi 33 subxaan allaahi akhri waa kaaga khayr badan tahay buu yidhi khaadim kuu adeego intaasaa kaaga fiican ibnu taymiya markaas wuxuu dhihi jiray qofka dikrigaas akhriyo oo laasimo ma ku daalayo shaqada iyo waxa uu nafsadiisa uu u qabsanayo ma ku daalayo mana noogayo culimmada qaar marka waxay yidhaahdeen sidaas ma ahan macnaha waxaa laga wadaa khaadim waxaa kaaga khayr badan xagga ajarka adkaartan baa laga wadaa meesha isagu marka uu u dhigay ma ahan baa qaar dhaheen imaamkan isaga iskale cumdatulqaariga cayni badruddiin alcayni oo isaga kalimu tayibka sharxay wuxuu leeyahay ibnu taymiya warkaas uu sheegay isagayba ka soo daahirtay wax ay dadku usbuuc dhib iyo daal ugu qoraan buu hal majlis ku qori jiray ayb marka wuxuu yidhi himmadaasa aniga alla isiiyey buu yidhi famaa adkuru ma xusuusto annii lacibtu fii dariiqin jid inaan ku ciyaaray maca sibyaani ilmo aan la dheeldheeli qadu weligay ma xusuusto buu yidhi ilmo yaryar anoo jid kula ciyaaray maba xusuusto walaa daxiktu daxikan khaarijan qosol xad ka dhaafsiisanna ma qoslin xataa innii kuntu waxaan ahaa walii 7 siniin anoo 7 jir ah ow naxwahaa axduru waxaan xaadirayay raxbata aljaamici masaajidka jaamica bannaankiisa ayaan xaadirayay falaa atakhayaru xalqata mushacbidin mad marka hadda wuxuu ka wadaa masjidka bannaankiisa xalaqaadka culumtaa lagu akhri jiray ma dooran jirin buu yidhi xalqo qof khuraafaad akhrinayo ee mushacbid ah xalqadiisa ma aanan dooran jirin bal atlubu waxaan raadin jiray almuxadditha qofka xadiidka nebiga akhrinayaan raadsan jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi yacni wuxuu leeyahay xadiidka nebiga dadka xalqada xadiidka nebiga lagu akhriyaan jeclaa jiray ee nin mushacwid khuraafi ah faataadhugtiis iyo beentiisa maba ma u joogi jirin ayb fayataxadau bisiyari ninkaa muxadidka marka siirada nebiga iyo waxbuu ka sheekaynayaa fa axfadu waxaan xifdinayay aniga marka jamiica ma asmacuhu waxa aan maqlayo dhan wa adhabu ila albeyti gurigaan aadaaya faaktubuhu waa qoraaya wixii aan maqlay marka ayb mararka qaar waxaa la isweydiiyaa in laga hadlana u baahan shaygaani waa adag yahay goormaa la dhihi karaa qofka waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood markaad maqasho inaa istiraahd waxaan suuragalba maba ahanba laakiin waxaan inay suuragal yihiin inaynan suuragal ahayn maxaa keeni karo kelmaaga yacni kelimaad yar baa waxaa qoray ibnulwasiir alyamaani arawdulbaasimka kitaabkiisa arawdulbaasim wuxuu leeyahay
وحيابها أي دتك سمعين يان وح حويان وح كحرا شيء عن داعجة وح كوجو يرى أو كوجو بحنا يو قلبي جاها دو كحوق بتو قف كوا سمعين كرا نك عاجز كأه أن وجيرن قلبي يس وح كبحي إنه شقذا قبتنا سأ مو دقائق كرا هدون مركا مركا ومقلقف با وحن قب صدي سأكو قب صدي بورايا madaxu gacmaha saarana tusaale soo qaatay markuu wuxuu yiri dadka qaar oo arkaysa buu yiri habeenkii inuu inta soo kaco qiyaam oo sameeyo ama salaadi oo tukada salaatul layl dibay ku tahay laana daaci qalbiga uga jira ma jiro oo ku bixiyo qalbigiisa daacigi ku jiray baan xoog badnayn aajis waay marka qofna waxa arkaysa buu yiri inuu aad u dadaalayo وبالعكس كي أن صلاة أسو كعي كرين وح قلبي سآد وقوين هدي جيران وأسو كعاه بينك وأنك هذا صلاة أن أسو كعي كرين وحك لو أسو كعي كرا مثال مركا داد عوكين يا مركا داد وحاج جيربو ير أعمال آد ونبادن أو آد وآدك قبته أو آد سلادة هايو حلغي أبا أفر الله تنك ساع طبان يلح ساع داد شقيا جيري سديد يطبان ساع نك عاجز كا أنا سأقول ربنا شقذنا والله يا بس ديت يتمان سحسي الله شقينا بوليه كان يا كان ما كلا كرتيب بدنا لكن فرقه وكلا بحياه داعي جوا قلبي وكجرو لينا قلبي جاها مرك هدي شيء يعني وحوق بدني هاي وكسر دلاله هدي أونا نحوق بدني إنما كسر دلاله كرت دتك قار مقالة عن لندن لوق لوقية ذي ذي مال عن كل كركة كقبتين halkay mudan laba sano sanad ee bar inay ku qaadato intaas markaas ka bacdi saas u soo deyna qof kalena waxa laga yaabaa diin la yiraa war meeshan yaa barakaru leeyna ni walba daaciga qalbiga ugu jira bis waay marka hadduu leeyahay ibnul jawzi intaan halqada fariistan kor ka qabana guriga markaan tagana waa qoraya gariib ma aha isaga himadiisa wax ku xiran waana iyo dadaalkiisa tayib laakiin wax sideeda adag ma jiro wax adag ma jiro tayib oo adey laftaada waxa arkaysa ninka aan salaada subax soo kici kariin hadii uu aad u jecel yahay feerka inuu feersado boxing waxa uu rabana ay soo galaayaan waqti dambe oo u soo jeeda hatta hadii uu seexdo oo u soo kaca waqtigi in dhawsas soo kala qaada waqtigi si uu feersado leesh salaad ma ka dib badan tan ma ka dib badan salaad laakin tan niyad badan uma haya kan niyadu u haya idan niyada iyo daaciga waayo waxa qofka oo wax ku noqdo iyo wax kala ma aha adu baxti aad u fiican oo noocaas u ka hadlayna tay marka wuxuu yiri walaqad wufiqa li hal iwafajiye shaykhuna abul fadl ibn nasir ayaa iwafajiye tayib وأبو الفضل البغدادي رحمه الله وكان يحملني إلى الشيوخ شيوخ ذو إيقاذ جري فأويك حين جري فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار وحوئي كتاب كمسند كأحمد يغير كيس أو كتب تواوين مسند كإمام أحمد نوى أكبر موسوعة أو حديثه موسوعات وين ويانو حديث بدن كتال كنتن مجلد سواء مطبوع سواء كنتن مجلد ومطبوع كنتن كتاب كنتن مجلد وقيب يا أفر حبا ميلها أي فهارستها طيب أيو إما قشية وأنا لا أعلم ما يراد مني أنون أغين وحل إقرب ولي وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت يعني ما كان قارن إليه مركا وانا اي قريب ويرمس وحي ان دغيستيو دن ميلو ايغو قري الى ان بلغت الى ان قان غاري يعني علماء دي روحي سمي جيرين حب وحا جيري لو ديوان غلي جيري ددكا دغتاي كتابكا اي ددكا ان دغنين حد وحال استعمال وقت ان عصر اتندنس لي ولي يريا قف شهادته هدو وحا لو دغا ام ترانسكريبشن كا وحا لو قرا قف كان وحو حاضري او سيف فول ا ودمهيستاي كورسكاس اللي waagi hore laakiin waxa jiri jiray haadirinta si kale waxu haadiri jireen darsiga marka la akhriyo oo dhamaado qof ardayda kamida ayaa marka wuxuu qoraya samaac
كتابك أول كيس أما آخر كيس أما وحوك قرية ورقد هرئ أما ورقد الضمبة ضد كماش هاس جوجو دقيستي فلان ابن فلان ابن فلان فلان ابن فلان ابن فلان نول والو قرية مجلس كبري مرك اللي ماذا سدوا كله بري ذا كله سدوا كله لا كتابك أكرم هذا نكي مرك مجلس أما لبا أن إيمانين ملو قرية أسير معني إذا مرك عيتها نك هاسيل لبا عشرة كم مقن هدو مرك كتاب كاس وحو نقونا مرك شيخ ختمي وحبو ساريا و ساقا مرك صحيحا ومقعيس وحبو كقريا هدو مرك وحال لقرانا كتاب كان انت قفي كدقيسة شيخاس واللوغي هدو كتبت مخطوطات كأه فرتي هوري كقرانا فرقوري كدقان سماعات كسيدي بيقويا لنقار كود آخر كتاب كا وحارك مجلس كي كواد انتاس مجلس كي اللبات انتاس مجلس كي سددا كو قرن مقع يدو نعم ما هن دد كان هم ملايين يعني مسلم كوينو اسكا حالك هدا او تاغي او جهل لغان انو اسكا جيري جيري البحنما اللهايين قابي حقرتان اللهاي جيرين مركا سيدا سي سمي جيرين مركا عليا انو وايا راي مقان قارين مجالس تاس ان دقيستي شاقانا اي قري جيري مقع يدو كتبتي آن أخرستي يبوم يقري جري مركي دنبنا وإيدي بي مركان قانقاري فناولني وحو إيدي بي ثبتها ثبت وحال إرادة واقي ورقفك إنت كتبو أو دقيستي مالو كقرى إي أسانيد دي أو كدقيستي كتاب والبو إسناد كيس إلا كتاب كان ننك إسكالي ثبت أيال إرادة مرك ثبت كماركو على غيابا ننبن ننك وكا كتب بذيني هاي أما أوكا أقوم بأما أوكا وحخرس بدنيا وكا كتاب وين ثبت هذا قار ومجلدات الله بسد عملي قارا يعني وحكويا لنا وحكا لما هو كتبت أو أخرستي إي أساني الدود قار كتبت ثبت كواقه وحلوك للو أقود جري فهارس وداد مقاش في هرسة ابن خير في هرسة فلان وكتبت أو سو أخرستي وأساني الدين أقود تالو هدو مركو إساق الربا إنو قفو إجازيه magciiso ku qoraa bis waan u shabadeynaa mar ninkaas macneedu marka waxay tahay kutubta meeshaas ku qoran asna isnaadu u haysanayaan tayib isnaadka marka ummadan wax ilaahay ku fadilay way ummadan ma jirto ummad isnaad hayso oo ummadan ahay laana hadda nabigeena sallallahu alayhi wasallam isnaadan ku gaari karnaa sida loo wado bukhari haddii midalan bukhari iyo billaaba ila nabigu taga dadkii ka dambeeyeen sidaas oo kala weyn سند دار إلى بخاري يا قفك أو هاي سنكرة بخاري وحكدم بين إلى النبي وابقرينهن إياه وما ذهن كلا لكن قاب أيكو جاران النبي جودة مجيرو وأن إلهي الدين كيس حفظي أو حفظي أي كتوسة ولذلك مستشرقين تأين من كان مركا دين تلد ديره وحير هذان حديث تان وحكو قرآن وحل وح الأمين كرمه لأنه حيلين لابد بقول صانو النبي مركو أنت كذب على القري سألوا آمنا بكلين والآمنا وحلو آمنا دتك وريي يا قرن تاريخ ذو ذي بايوغرافي ذو ذن وقرين هي ثقة يكي بين شيء جري وحاسو لن كتب على القري مركو عبد الله إلى النبي تجا وأنا ضد لي قانا وضد بنان كلا كان صديما طيب مركا وما ذهك على سيد اسمها إلهي بأن أقول تلقى لي إنه الدين كيسا حفظي فناولني ثبتها أبو إيدي بي ولازمته وان لازمي إلى أن توفي رحمه الله إلى شيخاس إلهي أو أفسدي أو لا أفسدي فنلت به وحنكو جاري معرفة الحديث والنقل حديث كأي علومة النقل اللي سوق قوريه قرشدي ينكو جاري ولقد كان الصبيان إلمها يريركا وحي أهايين ينزلون إلى دجلة وبيغ دجلة ليرا عراق أي أدقي جيرين أو يردعي جيرين ويتفرجون على الجسر بوندد أي فيرسن جيرين ماشي كتالو وأنا في زمن الصغري أنا كان زمن كي أن يرى وقتي أن يرى أخذوا حنقاذن جيري جزءا كتاب جزء كتاب مسألة لغا قرية أما وحكو قريهن مسألة الأروري أخذ جزءا بان قادناي وأقعد وحن فريسناي حجرة حجزة من الناس ميل دتكك صاعن وكصاعك جيسك إلى جانب إلى جانب الرفقة أيام فريسناي فأتشاغل بالعلم علم بانكم مشغولة يمر حال كي وسنا أبو ليه
ثم ألهمت الزهد أنت كدي بدنا وحليجو إلهامي زهدي الدنيا ذا إن أنا آت سوسين وآخرة حق إذا أن جعلاه ثم ألهمت الزهد بالإجو إلهامي فسردت الصوم صانك بان تحير وتشاغلت عن كشقلوم بالتقلل من الطعام يريس عن تضع يريسته وألزمت نفسي نفسدي ذوحان لازمي الصبر صبر فاستمرت وسيسعتي مركساسي كسعتي وشمرت وان حيد حيتي قفك مركو الددال إيا الربو مرض كرؤقاته ولازمت ولازمي وعالجت وحان يعني معالجي وان مركا قلي السهرة سوجيد يعني وان سوجيدي بوليه طاعا كسوجيدي ولم أقنع ما أنا كقنع بفن هل فني من العلوم علوم تكمدة كما قنع بل كنت أسمع عن دقي سنجري الفقه فقه والوعظ وعذك والحديث حديثك وأتبع الزهادة ذاتك الزهادة أنا والراعي جري ثم قرأت اللغة اللغة أخريي ولم أترك أحدا قف كمتقين ممن يروي ويعذ قف وحوري أوانينا مكتقين مدافين marka mararka qaar dabcan qofka dhageysiga uu dhageysanayo shay yaani nahamka cilmiga oo u hayo waxay keenaysa wixii cilmi leh inuu cilmi ka barto oo maashi marka cilmi naafic lagu hayo inuu cilmigaas ku dadaalo u barto hadii laakiin uu isku soo xiro koox ama uu isku xiro hal sheekh ama laba sheekh bis hal sheekh iyo laba sheekh wax walba ma yaqaanaan ayaga kuwi kale waa dayici hadhow marka lama rabo saasna أرضيك وعوفي عن ما طريقة صحيحة توصلنا إنه فهمسني عقيدة صحيحة إنه فهمه منهجك يا طريقة لقاضي صوابك صحيحة إنه فهمه مرك هدي أو قرط علومتي مرك إنه نضيعن مرك قارنا وحدع كرتو قف وحسكيهين أما مالك قلدا إن علم اللي فائدهستو وعلم جا مرك قف كاسي أمد أو كأنفع سجان سجوا توصل طيب ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا قف سجلوتي أغريب مكتجين يقدم أصاقله إلا وأحضره وحاضر أي مركو إماده نين أن مجالد كعصب أن مجالد الدجنين عالم مركو صاقلنا وأتجاي وفرسنا يكتيس وأتخير الفضائل وحيابها فضائشنا ودورنا وكعمل فلي وكنت حانها إذا عرض لي أمراني لبأرنا ديسو بمبحان أقدمه حان هرمرين جري في أغلب الأحوال حال ذها سيدا بدن حق الحق حق حقي سيان هرمرين هاي الكان هايسك الجوغ ومغرب كالجوغ هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.